بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم. عنوان الفيديو: ردا على سؤال هام. يقول: عندي أرنب كبير جايبه من مزرعة من أسبوع، ومن ساعة ما جبته هو قاطع أكل ومعندوش برد. أخذته ورحت بيه لدكتور بيطري، اداله 3 أنواع علاج مقوي وفيتامين وفتح شهية، بس مش عارف انواعهم ايه. اديته 5 سنتي عسل اسود امبارح والنهارده، وحطيت له عيش ناشف، وغيرت العلف من الاكاله الى برام صغير ومفيش فايده. حطيت له بقدونس ما اكلوش، ومش عارف اعمل ايه. افيدوني بالله عليكم. طبعا الاجابه بتاعتي يعني بها عنوان بيقول: اذا عرف السبب بطل العجب. فكلمة قطع أكل ده بيرجع لتغيير البيئة بالنسبة للأرنب ده. أنت جايبه من مزرعة لمزرعتك أو لمكان التربية بتاعك، يعني غيرت له البيئة اللي كان متعود عليها، زائد تغيير العلف. مزرعة كان بياكل فيها علف معين متعود عليه، أنت جبته حطيت له علف، اشتريت له علف أو حطيت له أي حاجة وكده، فامتنع عنها لأنه مش واخد عليها. تاني حاجة اللي ادهولك الدكتور البتره دي كلها ادويه محفزه، لكنها ليست بيت القصيد. الذي اشرت انت اليه اي السبب، والذي اساسه قله المعرفه. 3، كل ما قمت به انت ايضا ليس هو العلاج. 4، اهم شيء كان المفروض تعطيه من نفس العلف، وثانيا تتركه يتعايش مع المكان الجديد ده مدة من أسبوع لـ2 عشان تقدر تشغله بعد ذلك إذا كان ذكر أو متى. وأخيرا تقبلوا سلامي وتحياتي.